ہمارے ادارے توبہ اسلامک سینٹر کا یہ سٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت سناتا ہے، حافظ عبداللہ الیاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ السلام عليكم ورحمة الله۔